كان نظام كان. وبرضو تاني ما هو لو في وجبة تحرق دهون يعني مثلا لو على مثال ابعد شويه لو الشاي الاخضر ده بيحرق دهون بجد زي ما بيقولوا يعني انت متخيل باكيت الشاي الاخضر دي تتباع للخلايا كام؟ انت متخيل؟ صح جد يعني او تتباع لاغنياء العالم بكام؟ صح؟ يعني مفيش مقارنه ما تبقاش 25 واحده ب 3 جنيه 75 اتش يعني مفيش اي عقلانيه في الفكره يعني فاهم؟ فبالتالي نضارة البشرة مسؤول عنها الكولاجين والكولاجين دي مادة دهنية. مشكلة الأنظمة الغذائية الخاطئة بتخليك تفقد من الدهون الجيدة اللي هي الكولاجين، فتبدأ الناس اللي تعمل نظام غذائي خاطئ يتحولوا إلى أشباح، ما يتحول يعني تبقى أزرف إنها تبقى مليانة. طيب سقوط الكولاجين ده بمسك يجي بقى طبيب الدرماتولوجيست المسؤول عن الجلدية والبشرة يلاقي الخد اليمين سقط عن الخد الشمال بالنسب ممكن تبقى ملي متر يعني، بس احنا عملنا ايه بقى مساهمة عالم التغذية الجميل ايه؟ شوهنا الست او شوهنا الراجل، ما عملناش حاجة مفيدة خالص. يبقى بالتالي لازم يدرس الفكرة. فيتامين اي مهم جدا، فيتامين اي فيتامين سي مهمين جدا لنضارة البشرة. بما فتحنا الشاي الاخضر قرفه الجنزبيل كل الحاجات اللي بتتقال مبتدا.com